تتقدم في العمل هو كل تنتمي لها كل تنحني نحن بند الاتحاد. احتفلنا بأفراد المنطقة تحت شعار 62 سنة من النضال والوفاء والتشبث بالوحدة والاستقلالية النقابية في خدمة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وبالتدقيق في هذا الشعار فيه كل الشروط والمقومات ديال استمرار الحركة النقابية، وعلى وجه الخصوص استمرار ديال الاتحاد المغربي الشغل. هذه الذكرى حضرتها أجيال تعاقبت على تدبير الشؤون النقابية في هذه الجهة، كذلك على المستوى الوطني، كان حفلا أو تجمعا ناجحا بامتياز، إذكى في قلوب المناضلين والمناضلات جذوة الحماس والنضال، أحيا فيهم نضالية المتجدرة. كان مناسبة تواصلية بين الأجيال، كرمنا فيه عدد من المناضلين الأفذاذ اللي بذلوا النفس والنفيس من أجل المحافظة على صورة وإشعاع الاتحاد المغربي للشغل محليا وجهويا ووطنيا. يحتفل اليوم الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا وتمارا بتخليد الذكرى 62 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار 62 سنة من النضال والوفاء والتشبث بالوحدة والاستقلالية النقابية في خدمة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. وحينما نتحدث عن مركزية نقابية تحتفل بهذا التاريخ الحافل، فمن المؤكد أنها مركزية ذاكرة ومركزية تاريخ. وأيضا الاتحاد المغربي للشغل بالإضافة إلى الذاكرة والتاريخ هو مركزية مستقبل، مركزية مستقبل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه يجسد طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية، ويجسد أيضا طموحات وآمال كل جماهير الشعبية في وطننا الحبيب. تخليد الذكرى 62 هو من صميم اعترافنا وعرفاننا لكل الأجيال التي حافظت على هذا المشعل متقدا ومشتعلا إلى أن وصلنا اليوم، وصلنا كجيل يستعد لتسلم هذا المشعل. أيضا لا يمكن أن تمر هذا الذكرى دون أن يكون هناك اعتراف وعرفان أيضا للمؤسس وللرمز المحجوب بن صديق، الذي كان له دور كبير في ربط النضال النقابي بالنضال الوطني إبان تأسيس الاتحاد المغربي للشغل سنة 1955. الاتحاد المغربي للشغل هو منظمة رائدة في العمل النقابي وطنيا وجهويا، وأكاد أقول من دون تحفظ أنه مرجع للعمل النقابي في كل دول المعمور، مرجع بمناضلاته ومناضليه، مرجع بإنجازاته وبتاريخه، مرجع أيضا بكل ما حققه من مكاسب للطبقة العاملة المغربية. يكفي فقط أن نقول أن الاتحاد المغربي للشغل في بداية الستينات هو من طرح مسألة الحماية الاجتماعية وعمل على إخراجها آنذاك. يكفي أن نقول أن الاتحاد المغربي للشغل هو من تحدث أن الطبقة العاملة المغربية كل غير قابل للتجزيء، وبالتالي كان أحد ركائزه في مبادئه الأساسية مبدأ الوحدة، أي تجميع قوى العاملين لمواجهة وصد كل هجمات التي تستهدف حقوقهم ومكاسبهم. الاتحاد المغربي للشغل أيضا هو ذاكرة مستقبل، لأنه مركزية غنية بتراثها التاريخي وغنية بمواردها البشرية. اليوم الاتحاد المغربي للشغل يجسد منظمة شبابية حقيقية. نعم، انتبه إلى الملف الشبابي وأسس الشبيبة العاملة المغربية، وانتبه إلى ملف المرأة وأسس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب. واليوم حينما نرى خريطة مناضليه وعضوياتهم نجد أن تشكيلتها تتجاوز 60% كلها شباب. لذلك ستظل المركزية النقابية التاريخية والمرجعية والمستقبلية
لترسيخ العمل النقابي الجاد والمسؤول دفاعا وحفاظا على الوطن وعلى مستحقات ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية داخل الوطن. We are happy today to invite us 62 years of anniversary of UMT, and we are happy to join UMT, the best, the number one. So I'm thankful that they are hearing our voice to help us to fight our rights as a migrant here in Morocco. And we thank you for the comrade that who join us also here in UMT Morocco. Thank you.